اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح ناخذ تو سبيشيز، واحد جرام بوزيتيف والثاني جرام نيجاتيف، الليستيريا مونوسايتوجينز والليجيونيلا نيموفيليا. الليستيريا مونوسايتوجينز، there are several species in the genus Listeria. الليستيريا مونوسايتوجينز is important as the cause of the wide spectrum disease in animal and the human. يعني هاي الليستيريا causes disease in human and the animal. The prototype of the genus Listeria هي Listeria monocytogenes اللي تعتبر كباثوجين for the human. Listeria monocytogenes can be growing and the surviving of the over the wide range of the environmental condition. هاي الميكروأورغانيزم إلها القابلية على إنها تعيش ب different condition. For example, can be survive at the refrigerator temperature under the condition of the low pH and high salt concentration. يعني ال condition اللي تكون harsh can be هي تستطيع live in which. Therefore, it's the important foodborne pathogen. يعني ممكن إنها تعيش بالثلاجات، لذلك يسوي contaminated للفود اللي موجود بالرفريجيتر. تعيش بالcondition بها الهاي سالت، تراكز ملحية عالية، low pH، فتمكنها على إنها تسبب different disease. Morphology and identification. Listeria monocytogenes is the short gram-positive nanospore-forming catalase positive and has the tumbling end over end mortality only at room temperature 22 to 28 degree but not at the 37. على الرغم من أنها pathogenic bacteria ولكن المورتاليتي تيست اللي هي تعتبر في الصفة أساسية للستيريا مونوسايتوجينز وين تصير؟ تصير بدرجة حرارة 22 to 28. هذا التيست المورتاليتي تيست يستخدم to the differentiation between Listeria from the diphtheriod that are member of the normal flora of the skin. بقى عندنا يعني فيما يخص الجرام بوزيتيف اللي أنا أخذها هي الدفثيريا، نشوف يمتى باشر أو أسبوع جاخذها، فأكو فد سيميلاريتيز ما بين الليستيريا مونوسايتوجينز والكوراني بكتيريوم دفثيريا. شو نسوي differentiation ما بين two species by the mortality test؟ مالتي إن وات يسبب الدفتريا ديزيز نسميه خانوق، إن شاء الله فورمينج ونون كبسوليتد، ما تحتوي على كبسول. الكونترياس بترزي هيومان، هاي هنا ممكن نصيب الهيومان والأنمال. الموتاليتي هو الكاركترستيك اللي يسوي ديفرنشيشن ما بين تو سبيشيز. Culture and the growth characteristic. Listeria بشكل عام يعني different species of the Listeria can be grown grow on the 5% sheep blood agar on which على And the characteristic zone hemolysis, small zone of the hemolysis around and the under colonies. شلون أميزها عن بقية الـ another bacteria اللي تنطينا الهيمولايسين توكسين. هنا زون هيموليسيس اللي نعرفها انه تكون اراوند حول المسايل برودوس اسيد بات نوت غاز فروم يوتيلايزيشن اوف ذا فيرمنتيشن اوف ديفرنت كربوهيدرات الموتاليتي ات ذا روم تمبرشر اند برودوس ذا هيمولايسين. اذا الموتاليتي اند برودكشن اوف ذا هيمولايسين هو يعتبر ديفرنشيشن بتوين ليستيريا فروم ذا كوراني بكتيريوم ديفثيريا. هذا figure of the culture media blood agar media يوضح hemolysis on the blood agar. Antigenic classification.
There are 13 noun groups based on the O somatic O antigen and H flagellar antigen serotype 1-2A, 1-2B and 4B. هو الـ and the هنا أكثر الـ serotype الـ common of the Listeria monocytogenes and about 95% of the isolate from the human. Serotype 4B هي اللي يسبب الـ foodborne outbreak. زين احنا قلنا الاستريا مونوسايتوجينز اذا سمعونا طلاب انه جرام بوزيتيف بكتيريا. زين اذا هي جرام بوزيتيف بكتيريا شنو هو الديفرنشيشن اوف ذا ستراكشر سيل وول ستراكشر فروم جرام بوزيتيف فروم ذا جرام نيجاتيف؟ شنو الفرق بيناتهم؟ من يجاوبنا طلاب؟ هاي حلوين سمعوني دكتورة، من ناحية البيبتايدوكلايكان مثلاً أو التكنولوجيا. هو أنا من أقل من هسه مثلاً من أسئلكم سؤال بالامتحان أقلكم what is differences أو how can be different. according to the O antigen اللي هو أصلاً ما موجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا. المعلومة صحيحة ولكن السؤال اللي ينطرح عليكم إنه ومطالبين بالإجابة مالته إنه شلون هي جرام بوزيتيف بكتيريا وما تحتوي على الاو انتيجين ما تحتوي على الليبوبوليساكرايد شلون اسويها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا او انتيجين. نجي هسه الى الباثوجينيسيس. الليستيريا مونوسايتوجينز انتر ان ذا بودي ثرو ذا جاسترو انتستينال تراكت افتر ذا ايتينج كونتامينيتد فود، يعني تدخل الى الجسم بعد ما ايتينج ناكل الكونتامينيتد فود مثل التشيز الفروت الفيجيتابلز اند اذر. شلون طبعا هي اليوم اللي راح ناخذهن الاستيريا واللي جون الاثنينهن انترا سيلولار باراسايت كان بي لايف تعيش بداخل الاميونولوجيكال سيل مثل المونوسايت والماكروفاج. فهنا شنو هو الكاركترستيك اوف ذا ليستيريا مونوسايتوجينز كان بي اللي تمكنها انه لايف اون ذا سيرفايف اون ذا مالتيبليكيشن ان ذا ماكروفاج. اول شيء ذس اورجانيزم هاز سيفرال اتهيزين بروتين، تمتلك العديد من البروتينز اللي يساعدها بالاتاتشمنت او الاتهيجن الام اي اي الاف بي بي اي اند ذا فلاجيلين بروتين. هذين شو يسوون البروتينز الاتهيزين بروتين ذات فاسيليتد ذا بكتيريال بايندينج تو ذا هوست سيل and that contributed to the virulence. ساعدها على انها تلتصق بالهوستة وتعتبر كفيرولنس لهاي المايكرو اورجانيزم. بعد ايش تمتلك؟ انه تمتلك سيل وول سيرفيس بروتين نسميها الانترنالينز A and B. بها بروتينات نسميها الانترنالينز A and B. هاي البروتينز بايندينج ويا من او انتراكت ويا من ويا الاي كايدرين، هاي اللي هي ريسبتر اوف ذا ابيثيليال سيل، راح يصير بينات البايندينج ما بين او الاتاتشمنت ما بين الانترنالينز A and B اوف ذا بكتيريا with the receptor of the epithelial cell اللي هي الاي كادرين، يساعد البروموتنج تو ذا فاجوسايتوسيس انتو ذا epithelial cell. هو يحفز عملية الفاجوسايتوسيس. هو اللي يجي المايكرو اورجانيزم يسوي بايندينج وذا ريسبتر على الابيثيليال سيل حتى يحفز الفاجوسايتوسيس. صارت الفاجوسايتوسيس. After the phagocytosis the bacterium is the enclosed by the phagolysosome. طبعا بعد ما تصير الفاجولاسوسوم يصير انفاجينيشن راح يصير بايندين ما بين اللاسوسوم والفاجوسوم وتصير الفاجولاسوسوم. هنا راح يصير acidification low pH يحفز هاي هنا acidification هذا الوسط اللي يصير حامضي. شي يحفز البكتيريا activated the bacteria هي نفس البكتيريا بداخل الفاجولاسوسوم to the produce the listeriolysin O تفرز another toxin اللي هو نسميه listeriolysin O. بعد ايش تمتلك؟ شنو هو الكان بي بروديوس؟ ايش تفرز بعد؟ in addition to the listeriolysin O enzyme with the two phospholipase enzyme تفرز two phospholipase يساعد على انه lyses of the membrane of the phagolysosome. هنا بهاي الحاله ذني التو انزيم الاستريولايسين او and the phospholipase انزيم يحفزها على انه تسوي lyses بالmembrane of phagolysosome. شنو الفائده منها حتى الاستريا تو ذا سكيب انتو ذا سيتوبلازم اوف ذا epithelial cell؟ راح تهرب من الفاجولاسوسوم تروح ل السيتوسول of the epithelial cell. وصلت لي السيتوسول. The organism proliferate بداخل السيتوبلازم راح تتكاثر proliferate وبعد
تفرز another surface protein اللي هو الأكت A, another listerial surface protein, induce the host cell. هذا البروتين شي يسوي؟ شي يحفز؟ يسوي stimulation للهوست cell, يحفز الخلية اللي صار بيها phagocytosis to actin polymerization which propels them to the cell membrane. سوى فد شوفوا هذا الفيجر يوضح لكم انه اكتين بوليمرايزيشن, يعني شلون يعني ويدفعها يصير فد تغير بالسيتوسكيلتون اوف ذا سيل اوف ذا ابيثيليال سيل ويدفعها باتجاه الممبرين. بوشينج اجينست ذا هوست سيل ممبرين ذا كوزز فورميشن اوف ذا الونجيتد بروتروجين از ذا فايلوبودا. شوفوا الصوره طلاب, هنا دخلت بالفاجوسوم بعدين صارت فاجولاسوم بعدين فرزت التو انزيم الفوسفولايبيز والليستريولايسين او حتى اسكيب تو ذا لايسوسوم. تفرز الاكت اي بروتين سيرفيس بروتين, تسوي الاكتين بوليمرايزيشن, تسوي بوشينج تدفع المايكرو اورجانيزم اجينست ضد السيل ممبرين, وبالتالي تكون فد اكستنشن معين نسميها فايلوبودا, يعني مثل القدم الكاذبه حتى انذر سيل النيبورينج سيل الخليه المجاوره الاخرى تتعرف عليها, وبالتالي يصير انذر فاجوسايتوسيس باي ذا انذر سيل. نرجع إذا صارت فايلوبودا, بداخل هاي الفايلوبودا هي موجود بعد ما صار لها طبعا صارت multiplication in النمبر مالتها increase. This phyllobod are the ingested by the next epithelial cell. هاي الفايلوبودا اللي تكونت راح يصير لها ingested, راح تلتهم by the another epithelial cell such a macrophage and the listeria are released and the cell cycle begins again. يعني بهاي الحالة راح يصير لها تتكرر عملية الفاجوسايتوسيس بروسيس باي انذر ابيثيليال سيل اور باي ذا انذر ماكروفاج, وبالتالي الليستيريا كان بي يعني اللايف سايكل اوف ذا ليستيريا مونوسايتوجينز ريكر كل ساعة تنعاد, اند ذا ليستيريا مونوسايتوجينز كان بي موف فروم ذا سيل تو ذا انذر سيل وذاوت اكسبوز تو ذا انتيبودي اور كومبلمنت اور نيتروفيل سيل. هاي الحالة انه نتيجة للأكتين بوليمرايزيشن ونتيجة للفورميشن أوف ذا فايلوبودا الليستيريا مونوسايتوجينز راح موفمنت فروم ذا سيل تو ذا انذر سيل such as الماكروفاج without بدون أن يتعرف عليها الأميون سيستم, بدون أن أنه يصير لها اكسبوز باي ذا انتيبودي أو الكومبلمنت أو النيتروفيل وهي بداخل الماكروفاج. بعد كان بي بروديوز ذا سايدروفور اند ذا ابل تو ذا اوبتين ذا ايرون فروم ذا ترانسفيرين. هاي كلها تعتبر كفيريولنس فاكتور بهاي المايكرو اورجان لهاي المايكرو اورجانيزم, وهذا هنا الفيجر يختصر شنو هو الفيريولنس فاكتور وشلون تصير عمليه شلون هي انترا سيلولار باراسايت وشلون يصير لها انتقال من سيل تو ذا انذر سيل. واي ذا انتيبوديز ار ان ineffective to clearness of the listeria monocytogenes. هسه قلتها لكم يعني هي الهيومرال اميون سيستم يعني البي سيل ما راح تكون effective, ما راح تكون فعالة against the listeria monocytogenes لانه intracellular parasite, واصلا تصير عملية life cycle of the listeria monocytogenes without بدون ان يتعرف عليها الاميون سيستم. هذا هنا السلايد كأنه يختصر لك شلون يصير عملية شلون يصير دخول الليستيريا مونوسايتوجينز وشلون يصير لها مالتيبليكيشن والموفمنت تو ذا انذر سيل. الانترناليينز شنو دورها؟ الليستيريا لايسين او يسوي بور فورمينج توكسين حتى المايكرو اورجانيزم سكيب فروم ذا فاجولاسوم. الاكت اي اكتين بوليمرايزيشن فور انتراسيلولار موفمنت. الفوسفولايبيز توكسين انتري تو ذا سكند يعني الانذر cell, so the antibodies do not work لأن هي microorganism تكون intracellular bacteria. أكو فد ريسك اللي هي ريسك فاكتور انكريز ذا انفكشن وذ الليستيريا مونوسايتوجينز. نعم يعني الشخص الهيلثي مثل الشخص اللي عنده فد ديفكت معين عنده فد خلل معين, لا اكيد مثلا اقول لك انيو مريض ريسك فاكتور انكريز ذا انفكتد وذ ذا الليستيريا مونوسايتوجينز. اول شيء الامبيرد وذ ذا ديفكتيف سيل ميديتد اميونيتي, الاشخاص اللي عندهم خلل بالسيل ميديتد اميونيتي
يعني اللي عندهم خلل بالمناعه الخلويه وليس الهيوميرال. ليش؟ لان هي انتراسيلولار باراسايت. بعد البريجننت وومن تكون مور افكتيف، اكثر تاثرا الفيتاس النيوبورن، البيشنت المصابين بالايدز، الاشخاص المصابين بالكانسر اللمفوما، الكانسر، الاوتو اميون ديزيز، اشخاص المصابين بامراض المناعه الذاتيه، الالكوهوليزم، الاشخاص اللي يكفي النشر اللي ياخذون الكحول، الديابيتس ميلاتز، السكري، عند الأشخاص اللي ماخذين يعني اللي صار عندهم نقل بالأعضاء الأورغان ترانسبلانت، يكون more susceptible to infected with the Listeria monocytogenes. طبعا بالبداية قلنا infected human and animal was the disease اللي ممكن انه result from the infected way. هاي البكتيريا ممكن تسبب لي السبسز، المننجايتز، الانسفيلايتز and the mortality about the 25%. بعد ممكن تصيب الفيميل، نعم، واعتمادا على الكونديشن، الحاله اللي بيها الفيميل. لما تكون تنصاب الفيميل النو بريجننت ولكن الاصابه مالتها تكون اسيمبتوماتيك كولينايزيشن ان فيجينا بروديوس انفيرتل، يعني ممكن انه المراه تصاب باللستريا مونوسايتوجنز بدون ان تكون اسيمبتوماتيك، يعني ما عندها فد اعراض ظاهره عليها. هذا الحاله ممكن انه تؤدي الى الانفيرتيليتي، يعني العقم عند النساء. اما لما غير infected للفيميل وهي بريجننت ممكن أن يؤدي إلى الأبورشن. زين، نجي هسه إلى الكلينيكال مانيفستيشن اللي أقدر أنا أحددها لما تكون infected with the اعتمادا على شنو الإصابة. الإصابة women، الإصابة immunocompromised patient، الإصابة شخص healthy. في حالة إنه there are two type or two form of the perinatal human listeriosis، اعتمادا على المرحلة الستيج الإصابة يمتى تصير. early onset syndrome اللي أسميه granulomatosis infantiseptica is the result from the infection in the uterus and the disseminated form of the disease characterized by the sepsis, bacillar lesion and the granulomas containing listeria monocytogenes in the multi-organ and death may be occur before or after development. فالearly onset syndrome الديزيز أسمي granulomatosis infantiseptica وهي يمتى يصير نتيجة للinfected بالuterus. شنو هو الكلينيكال مانيفستيشن على هاي اللي ممكن احددها؟ يصير سبسس، باستلار ليجن، جرانيولوما اللي تحتوي على الليستيريا مونوسايتوجينز ديفرنت اورجان، وبالتالي راح يصير ليش قلنا ابورشن، راح يصير الديث ميبي اكر بيفور، يعني بيفور قبل لا يصير الدليفري او ما بعد الدليفري. هاي في حاله الايرلي اونست development than meningitis. And meningitis between birth and ما بين الولادة والثيرد ويك أوف ذا لايف is the cause. أكثر السيروتايب أو السيروبار isolated from the human هي راح يكون 4B has the significant كانت مور ديزيز جرانيولوماتوسيس انفانتيسيبتيكا، بينما الليت اونس سيندروم هنا راح يصير منينجايتس، والديث راح يكون ما بين البيرث ما بعد الولاده. وبلا سؤال منو بعد من البكتيريا يسبب لي منينجايتس؟ هسه هاي ثبتت عندكم انه ممكن تسبب لي منينجايتس ولكن بالليت اونس، يعني بالمرحله المتاخره من الحمل. منو يعرف انه يا بكتيريا بعد ممكن تسبب لي منينجايتس؟ نيجيريا خذيتوها نيسيريا لو بعتي منينجيتس؟ طيب خذيتوها لو بعتي نيسيريا؟ نعم أخذناها. نعم أخذناها. زين، أما في حالة الهيرثي بيرسون يعني الأشخاص اللي يعني ما عندهم فد مشكلة معينة exposed to the Listeria monocytogenes in food may not become ill or may develop mild self-limiting gastroenteritis. ممكن إنه يصير يعني الhealthy person اللي ما عنده فد مشكلة معينة يصير بي gastroenteritis والtransmission of هاي البكتيريا يصير عن طريق contaminated food. ممكن إنه يعني ما يعاني فد ill معينة، ما يعاني فد مرض معين، أو ممكن إنه يصير mild self-limiting أصلاً حتى ما يحتاج إلى الانتيميكروبيال دريب.
The development after incubation period هاي المايكرو أورغانيزم لمن infected the healthy person about the 6 to the 48 hours وممكن الساينز اللي ممكن أحددها تكون fever, chills, headache, abdominal pain and the diarrhea. أما الأشخاص اللي هم أصلاً عندهم فد خلل معين بالأميونيتي مالتها الأميونة compromised individual can be developed listeria meningoencephalitis وممكن يصير البكتيريمي. Infected the animal and the wild animal, domesticated animal والwild animal شو راح يسبب؟ يسبب البكتيريميا أو ما سبب البكتيريميا وسبب المينينجوانسيفيلايتس. السمول أنيمال مثل الربت والتشيكن السبب لها السبتسيميا والفوكال أبسس in the different organ مثل الليفر والهار مصر. بعد من الساعة سألتكم سؤال إنه شلون سيرولوجيكالي الليستيريا مونوساتوجينز كان بي كلاسيفايد أكوردينج تو ذا أو أنتيجين إنسبايد على الرغم من إنه هي جرام بوزيتيف بكتيريا. الكويشن الثاني إنه هاو كان دايجنوستيك شلون أسوي دايجنوزز لابريتاري بالمختبر تو ذا الليستيريا مونوساتوجينز. زين شنو الانتي مايكروبيال دراج اللي انهبيت ذا الليستيريا مونوسايتوجين؟ طبعا لازم اخلي ببالي انه الانتي بايوتيك الشوز اللي اختاره يكون افكت على البكتيريا اللي هي اصلا انتراسل، مو اختار لها ما ياثر ما ياثر على يعني ما الى القابليه على انه انتر بداخل الخليه. ممكن استخدام الامبسلين، الاريثروميسين، الانترافينوس ترايميثبرين، سلفوميثاكزازول. ممكن اختار ذني. اما السيفالوسبورين والفلونو فلوراكوينولون دو نوت اكتيفيتد اجينست ليستيريا مونوسايتوجين. ممكن انه انطي الامبسلين والجنتاميسين ريكومندد فور ذا ثيرابي، بس الجنتاميسين دو نوت انتر ما يدخل الى داخل الخليه وهي اصلا انتراسيلولار فما راح ياثر عليها. واكثر شيء يفضل استخدامه الترايميثبرين سلفاميثاكزازول ذا دراج تشويس فور ذا سنترال نيرفس سيستم انفكشن لما تصل إلى الجهاز العصبي المركزي in the patient خصوصا للأشخاص اللي عندهم إلارجي يعني اللي يكون حساسية ضد البنسلين فنستخدم الترايميثبرين سلفاميثاكزازول. إذا عرفنا شنو هو الليستيريا مونوسايتوجين، هي جرام بوزيتيف بكتيريا على عكس الأنواع اللي خذيناها مثل خذينا الكوروني بكتيريوم الهيليكوبكتر بايلوري خذينا الفيبريو. هنا هاي البكتيريا تكون إجرام بوزيتيف بكتيريا وعرفنا شنو الديزيز اللي ممكن إنه يحدث بالهيومن أفتر إنفكتد وذ إس مايكرو أورغانيزم. اللي جونيلا أيضا بها different species. There are several species of the listeria. Some of وكل واحدة منهن هي تحتوي على different or multiple serogroup. Legionella pneumophila is the major causes of the disease in human. Legionella MacDD and a few other species sometimes cause the pneumonia. Other Legionella are rarely isolated from the patient or they have been isolated only from the environment. Prototype أو يعني شلون typical microorganism and the cause disease in human of the genus Legionella هي Legionella pneumophila. الليجونيلا مكديدي ايضا الانذر يكون الانذر سبيشيز اللي يكون ايضا كومن ممكن ان ايضا تسبب لي النيمونيا ان هيومن، ولكن الانذر سبيشيز اوف ذا جينس نيمونيلا يعني من النادر انه اسوي لها ايزوليتد فروم ذا هيومن. اذا السبيشيز اللي cause disease in human of the genus Legionella هي Legionella pneumophila و maybe infected with the Legionella mcdd. شنو هو ال typical characteristic of this microorganism Legionella pneumophila is the prototype bacterium of this group.
احنا من اللي اخذناها واللي هسه راح ناخذها من البكتيريا الفيرست ستيب اوف ذا دايجنوستيك، حتى اسوي دايجنوستيك وايدنتيفيكيشن اوف ذا بكتيريا هي الجرام ستين، احددها اول شيء هي جرام بوزيتيف لو جرام نيجاتيف. ولكن الليجونيلا هذا الجينوس يتميز بانه بورلي باي ذا جرام ميثود، انه ضعيف التصبغ، يعني ما ينطينا من اصبغه ما ينطيني، تبقى حاير هي جرام بوزيتيف لو جرام نيجاتيف. أنت أر على الرغم طبعاً هي من يصبغونها ولكن يسوون modification of the gram stain يلا ممكن تنطيني فهد result معينة. And are not easily يعني ما أقدر أشوفها show with the stain in the clinical sample. A gram stain smear should be made for the suspected legionella growth on the agar media. يعني لما أنا أشك إنه هاي العزلة إنه هي ليجونيلا نيموفيليا أو ليجونيلا سبيشيز حتى أسوي لها جرام ستين، فإيش يستخدمون هنا؟ طبعا عندنا تو ستين اللي هي كريستال فايوليت أو مثلين بلو اللي هي البرايمر ستين والكاونتر ستين أو سكندر ستين، نستخدم السفراني. بهاي الحالة لما أسوي عند السسبكت إنه هي ليجونيلا نيموفيليا أستخدم الكاربولفاكسين اللي هي إنستيد ذا سفرانية، ممكن تنطيني نتيجة. بعد لما لما عندي طبعا هي تصل الى different organ، فلما اخذ بايوبسي من البيشنت استخدم السيلفر ستين كان بي يوز تو ديتكت ذا ليجونيلا ان ذا امبيدد تيشو. منو البكتيريا اللي تصبغ بالأسيد فاست ستين طلاب؟ المايكوبكتيريا. يا ورد المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس مايكوبكتيريوم ليبري، هن ذني البكتيريات اللي تكون لها فالصبغة خاصة اللي هي الأسيد فاست ستين. الليجونيلا مجديدي هاي السبيشيد أوف ذا جينوس ليجونيلا ممكن كان بتنطيني بوزيتيف أوف ذا أسيد فاست ستين. ايضا هاي المايكرو اورجانيزم تكون متحرك. شنو الكلتشر اللي من خلال اقدر اسوي ايزوليشن الاي البكتيريا؟ كانوت جروينج اون ذا اوردينري ميديا، يعني ما اقدر انميها على البلاد اجار العادي على الرغم من هو ريتشد ميديا، او ما اقدر انميها على الشوكليت او النيوترينت اجار، وانما تحتاج الى كومبلكس ميديا، يعني ميديا نسميها شلون ميديا تحضيريه، انا احضرها احتاج هاي الماده احتاج هاي الماده احتاج هاي الماده حتى اقدر اسوي ايزوليشن لهاي البكتيريا. والوسط الخاص بها نسميه البفر شير كوليس اكستراكت اجار البي سي واي اي. الإضافات اللي يضيفوا له كمصدر للكربون كمصدر للنيتروجين كيضيف يضيف يعني شلون يعني يصير وسط غنائي شو نسميه الريتشد ميديا لهاي المايكرو أورجانيزم الفا كيتوغلوتاريت ايرون سيستين، وحتى لازم نضبط البي اتش مالتها والتمبرتشر ايش قد والهيوميديتي ايش قد الرطوبه مالتها. بعد ايش احتاج اضيف له؟ احتاج اضيف له انتي بايوتيك كان بي ادد تو ذا ميك ذا ميديوم حتى يكون الميديا هاي سيلكتيف فور ذس ليجونيلا سبيشيز. الجروث مالتها يكون فيري سلولي كلش بطيء الفيزيبل كولو، وبعد احتاج الى انكيوبيشن حتى انه مثلا سسبكتد انه هاي ليجونيلا نيموفيليا. مو اليوم انا زرعتها ثاني يوم اجي اقرا النتيجه، لا، اذا اليوم انا زرعتها على البفر تشيركوليست اكستراكت وثاني يوم شفت فيزيبل كولونيز هاي هنا ليس يعني هي مو ليجونيلا نيموفيليا، تحتاج الى انكيوبيشن فتره حضن على الاقل 3 دايز 3 ايام. بعد الثلاث أيام إذا شفت أكو أزيوليشن أكو فد كولونيز أون هذا هاي الميديا ممكن هاي هي الليجونيلا نيموفيليا، ولكن أوفر نايت ثاني يوم تجي تشوف أكو كولونيز هاي هنا راح تكون كولونيزيشن وليس الليجونيلا نيموفيليا. كولونيز appear after the overnight، هاي قلتها لكم إنه ليس ما تعود إلى الليجون. هاي هنا البفر شيركوليس اكستراكت ميديوم يعني ما الى اللون البلو، والمستعمرات ايضا تكون حتى الكلر مالتها ماكو شيء ستيبل ثابت، تكون راوند تو فلات فيري ان كلرز يعني مختلفه باللون مالتها، ممكن تكون كلرليس ما بيها لون، ممكن تكون بينك او بلو اند ترانسلوسنت يعني تكون مثل الشفافه. ذيس كولونيز ريكوير تو ذا ديفينيتيف ايدنتيفيكيشن باي ميثود. اول شيء هي بورلي ستينينج
باي ذا جرامستين، هاي اولا. ثانيا ان ريت تكون ما تنطيني لما انا اشخصها مثلا بايوكيميكالي، هبدا اشخصها للكاتاليز يعني للاوكسيداز، ما تعطيني فد نتيجه يعني هاي قاطعه وانتهت انه هاي كاتاليزها بوزيتيف واوكسيدازها مثلا نيجاتيف. لا، هي بشكل عام بايوكيميكالي يعني ما تستخدم البايوكيميكال تيست، ما تستخدم فور ايدنتيفيكيشن لجونيلا نيموفيليا، وانما على من يتوجهون، يتوجهون اما انه يستخدمون يحددون باي ذا دايركت فلوريسنس انتيبودي، يستخدمون الفلوريسنت ان ميكروسكوب، او يستخدمون طرق المولكيولار، ويفضل انه يستخدمون طرق المولكيولار مثل يحددون 16 اس ار ان اي او جين سيكونسينج او انذر مولكيولار ميثود حتى يشخصونها، لان هي بالجراوند اون ذا كلتشر ميديا تكون كلش صعبه. الستينينج مالتها ايضا صعوبه، ما تعطيني فد ريزلت ترو يعني نتيجه صحيحه، تكون انريتبلي البايوكيميكال تيست. ليجونيلا تكون كاتاليزها بوزيتيف اوكسيدازها بوزيتيف، مع ذلك ولكن ما يعتمد على البايوكيميكال تيست، وممكن انه تنطيني البيتا لاكتيميز انزيم. Enzyme on the antigenic structure. Legionella pneumophila have the complex antigenic structure, at least the 16 serogroup of the Legionella pneumophila serogroup 1 was the cause the outbreak in the 1976 in the American Legion Convention in the Philadelphia, نتيجة للإنفكتد with the serogroup 1 Legionella pneumophila. يعني بال 1976 شان أكو فد مؤتمر لدول يعني العسكريين أو شيء من الأمريكان Legion Convention بالفيلادلفيا، وصارت اتوقع انه كان تلوث بالبطيخ اللي احنا يسمونه الشمام او احنا نسميه بالبطيخ، صار تلوث بهاي الماده وادى انه الاوت بريك يعني فد نسميه الاوت بريك للموجودين بهذا المؤتمر، و اكتشفوا هو ليجونيلا جروب 1. من المميز produce the protease, phospholipase, DNAs, lipase, RNAs and metalloprotease enzyme to freeze different enzyme. قبل شوي ذكرنا انه can be produce the beta-lactamase enzyme. هسه اريد اشوف انه شلون يصير، شو الديزيز الريزلت من الانفكتد وذ ليجونيلا نيموفيلي اللي ممكن انه سبب لي الاوتبرك بديفرنت اريا من الـ يعني ديفرنت مختلف انواع الدول. ليجونيلا ار ذا وايد ان ذا وارم مويست انفايرمنت اند فاوند ان ذا لاكس ستريم اون ذا اذر بوديز اوف ذا ووتر، تتواجد اكثر شيء بالبيئات المائيه يعني بش نسميها هاي اللاكس نسميها البحيرات، وتصيب الاميونو كومبرومايزد هيومن. شلون اكثر شيء الاصابه يعني منين تجي او شلون تنتقل لهؤلاء الاشخاص after or the follows the inhalation of the bacterium from the infected aerosol generated from the contaminated air condition system او contaminated the shower heads on the similar. So اكثر شيء وين تتواجد هنا بالسطر الاول، تتواجد بالبيئات المويست الوارم يعني بالبيئات الرطبه الحاره.
وتتواجد بالمسطحات المائية المختلفة أو الأماكن اللي تحتوي على الماء. شلون يصير انتقال للأشخاص للبيرسون، خصوصا الأشخاص اللي عندهم فد خلل بالأميون سيستم، انهاليشن بعد ما يصير استنشاق للبكتيريا، البكتيريوم أو from the infected aerosol generated يصير contamination، تلوث بالأجزاء التكييف أو الأجزاء الشاور هيد، وبالتالي راح تنتقل لهذا البيرسون وراح تسبب لي النيمونيا. ايش راح تسبب لي؟ ليجونيلا نيموفيليا بروديوس لوبر سيجمنتال باتشي بولمونري انفلتريشن. شلون احدد؟ طبعا يا اما يستخدمون الاكس راي او لازم اسوي اخذ بايوبسي من هذا البيشنت واسوي له هيستولوجيكال، يعني اسوي له سلايد واشوف شنو الابيرنس بعد ما اسوي السلايد. ذا ابيرنس از ذا سيميلر تو ذات ذات برودوس باي ذا ماني اذر باكتيريال باثوجين. طبعا ديفرنت باكتيريال سبيشيز ممكن انه تسبب لي نيمونيا مثل من حتى الستاف والستريبتوكوكاس بعديها هي المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس وديفرنت سبيشيز من البكتيريا ممكن انه تسبب لي النيمونيا. فلما يشوفون السلايد يعني ما اقدر اميز بين هاي البكتيريا انه هل هي فعلاً الليستيريا مونوسايتوجين سببت لي هذا الديزيز، لان الابيرنس من اسوي سلايد راح يكون سيميلر تو ذا انذر ذات ريزلت فروم ذا انفكتد وذا انذر بكتيريال باثوجين. Acute pneumonia involving the alveoli is the present with a dense intraalveolar exudate of the macrophage on the neutrophil leukocyte red blood cell on the proteinous material. هاي الأشياء اللي ممكن أنا أحددها لمن أشوف الإسلام. Most of the legionella and the lesion are within the phagocytic cell. There are little or no inflammation of the bronchiolitis on the upper airway. يعني ما تصل إلى الجزء الـ upper airway of the human listeria pneumonia. العفو ليجونيلا نيموفيليا enters and grow within the human alveolar macrophage. تعيش وسرفايف وتبقى بالماكروفاج والمونوسايت and not effective killed by the neutrophil leukocyte. تعيش وتبقى ويصير لها multiplication بالماكروفاج وبالمونوسايت بالديفرنت أورغان بدون انه ما يصير لها killing by the neutrophil microorganism. ليجونيلا سبيشيز does not require to the opsonization. طبعا حتى صير تسهل عملية الفاجوسايتوسيس نحتاج الى عملية الopsonization يصير with the aid of the complement or the antibodies to the enter in the macrophage. الليجونيلا نيموفيليا do not require ما تحتاج إلى عملية الأوبزينيزيشن or the antibodies، وإنما هي تمتلك different virulent factor to the تمتلك different virulence factor important for the macrophage invasion is the أول واحد هو الـ MIP protein على من يساعد promote the adherence of the phagocytosis of the phagocytosis يحفز عملية الاتاشت ويحفز عملية الاتاشت. بعد ما تصير الفاجوسايتوسيس inside the cell بداخل هاي الخلية the individual bacteria contained within the phagosomal vacuoles راح تتكون في vacuoles معين اللي نسميها الـLCV اللي بداخلها اللي جونيلا نيموفيليا اللي جونيلا containing vacuoles الـLCV. The defense mechanism of the macrophage stop at this point. إذن صارت عملية الفاجوسايتوس هو سمعونا طلاب؟ يا دكتورة تمام لا مو يقول لي النت راح. فبعد ما تصير هاي العمليه راح بداخل الماكروفاج ما يصير داخل الفاكيولز، ويعني هي بعد ما تصير الفاجوسوم المفروض هي تبدي عمليه الديفنس مالتها، ولكن بعد ما يتكون هاي الفاكيولز بداخل الماكروفاج او المونوسايت هنا الميكانيزم الديفنس ميكانيزم ستوب، هنا راح يتوقف بالنسبه للمايكروفاج. يعني معناها هي البكتيريا هي سوت كنترول على السيل اللي صار بها infected.
بعد لجانب containing vacuoles fall to the fuse with the lysosomal granules. هنا راح تفشل حتى تتفاعل أو تندمج ويا lysosomal granules حتى produce the enzyme حتى تأثر على أنه شنو طبيعتها، تفرز لها بروتيز، تفرز لها لايبيز دي ان ايز ار ان ايز. هنا بما أنه الديفنس ميكانيزم ستوب توقفت، فبهاي الحالة حتى هي تفشل ما تتفاعل ويا lysosomal granules. فما صار عملية الأسيديفيكيشن not acidify as much as the phagosome containing other ingested particles. بعد إنه أكو هاي البارتيكلز اللي هي أصلاً موجودة، هي داخل موجودة داخل الماكروفاج، أكيد هي إيوكاريوتيك سال، فتحتوي على الرايبوسوم، ميتوكوندريا، سمول فيزيكلز، كل المواد الأخرى الموجودة بهاي الخلية تصير لها accumulated around، يعني تتجمع حول هاي الباكيولز اللي تحتوي على الليجونيلا، preventing the recognition by the cellular immune response. تحيطها حتى شنو، حتى تمنع التعرف عليها by الاميون سيستم. In addition to this process، بالإضافة إلى هاي العمليات اللي صارت، الفاغوسوم survive on the organism replication، راح تبقى داخل الماكروفاج ويصير لها replication، تزدأ تتضاعف on the bacteria multiplication، يعني تضاعف المادة النووية مال البكتيريا، the bacteria يصير لها multiplication within vacuole until they are the new حتى يزداد النمبر مالتها. بعد ذلك the cell are the destroy، the bacterium are released، تتحطم الخلية وتخرج البكتيريا are released on the infection وترجع تصيب another. هن اثنين اللي خذيناه، هن اثنين الليستيريا والليجون، الاثنين الانتراسيلولار بكتيريا والانتراسيلولار باراسايت، بس كل وحدة الميكانيزم مالتها تكون مختلفة. هناك هي تحفز الماكروفاج يصير فاغوسوم، يصير بايندينج ما بين الفاغوسوم واللاسوسوم، ولكن هنا لا، ما راح يصير اندماج ما بين الفاغوسوم واللاسوسوم، ما الطريقة هي كلها تختلف على الرغم من هن اثنينهم تو الانتراسيلولار باراسايت. The clinical finding asymptomatic infection، الإصابة تكون لا إعراضية in common in all age group، كل الفئات العمرية راح تكون الإصابات غالبا ما تكون asymptomatic as the shown in the elevated، على الرغم من أنه أكو elevated. طبعا من تصير إصابة راح يتأثر الأميون سيستم وراح يصير انكريز، يزداد التايتر of the specific antibody، ولا على الرغم من أنه ماكو أي أعراض تظهر على هذا الشخص. الفاكتورز associated with أيضا شون هناك أكو فد risk factor increase the infected with the listeria monocytogenes، هنا أيضا أكو فد risk factor increase infected with the legionella pneumophila اللي هي السموكينج، الكرونيك برونشياتيز، السيرويد on the other immune سبرسف ثربي، الأشخاص اللي يأخذون فد أشياء أو أدوية تريتمنت تقلل الأميونيتي، الكانسر كيمو ثربي، الله يستر عليكم ويستر علينا، الأشخاص اللي يأخذون كيمو ثربي، الديابيتز ميلاتيز، الأنتي تيومر نيكروسيس فاكتر ألفا ثربي، كلها تعتبر كريسك فاكتر الزيد من الانفكتد وي هاي البكتيريا. So when the pneumonia occur in the patient with this risk factor legionella should be investigated as the cause. Infection may be result in the nondescript febrile illness of the short duration and in the severe rapidly progressive illness with the شرح يصير high fever, shell, myelis, non-reproductive cough, hypoxia and the diarrhea. وشون نسوي لها diagnostic by x-ray patchy of the multilobar consolidation. Immunocompromised the patient may be developed. بلا أشخاص اللي هم immunocompromised يصير بها cavity pneumonia. There may be أيضا ممكن يصير عندهم leukocytosis, hepatouria, وكذلك يصير عندهم رينال فيلر، فشل بالكيدني مالتهم، ابنورمال ليفر فانكشن، ويصير خلل بالفانكشن مال الليفر. During some outbreak the mortality rate، لما نصير عملية يعني تفشي هذا المرض الأوتبريك بوذا ليجونيلا نيموفيليا، ممكن أن تصل المورتاليتي إلى 10%. ليجونيلا نيموفيليا also produce disease called Pontiac fever. بالإضافة إلى الديزيز اللي result من الانفكتد وذا ليجونيلا نيموفيليا، أيضا تسبب
فد فيفر فيفر العفو نسميها البونتياك فيفر. شنو هاي الفيفر انتم مطالبين بها؟ اذا مطالبين بثلاثه، الدايجنوستيك اللي هي السيريومونوسايتوجينز، شلون هي يسوي لها سيرولوجيكال دايجنوستيك باي ذا او انتيجين، وهي اصلا ما تحتوي، هي جرام بوزيتيف بكتيريا، وشن هو البونتياك فيفر. الدايجنوستيك اعتمادا على الانفكشن او الديزيز مالتها، ذا اورجانيزم كان بي ريكفرد فروم ذا برونشال ويشين بلورال فلويد اللونج بايوبسي اور ذا من البلاد. من السبيوتم انه من النادر يصير لها عزل واي، ذا سبيوتم فور ذا سبيوتم ذا ايزوليشن از مور ديفيكلت، صعوبه جدا، بيكوز ذا بري دومينانس اوف ذا بكتيريا ان ذا نورمال مايكروبايوتا اند بيكوز اوف ذا كابل، لسببين، انه ما اقدر اعزلها من السبيوتن او السبيوتم العفو، انه الكف مالته راح يكون دراي، بالاضافه الى انه السبيوتم از ذا بريدومينانس بكتيريا، وهي اصلا من الصعوبه يصير العزل مالتها، الكلتشر مالتها صعوبه، ويحتاج الى كومبلكس ميديا بايوكيميكالي ان ريت، يعني هي ضعيفه. بالنسبه للجرام ستين من الصعوبه انه يعني من البدايه انه اصبغها صبغه عاديه اربعه سوليوشن واقدر اعرف هي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف، انه اعتمادي على السيرولوجيكال دايجنوستيك ايضا يكون صعوبه، ما اقدر الون اعتمد عليه بشكل نهائي، وانه اشخصها سيرو جروبينج لانه اكو كروس ريت، فالتشخيص مالتها يكون ديفرنت، يكون فيري ديفيكلت، يكون صعوبه بصعوبه تشخيصها بال اكو سبيشال تيست سام تايم لجونيلا antigen can be demonstrated in the patient urine، ياخذون يورين من ال patient suspected infected with the legionella pneumophila ويبحثون عن ال antigen لهذا ال هاي المايكرو organism. Thus the legionella urine antigen test is not useful، وحتى هذا التست اللي هو يعتبر the specific test اللي هاي أيضا ما يعتبر يعني not useful for diagnostic 20 to the 70% of the legionella. لذلك صارت يعني بال 1976 صارت الاوت بريك، يعني من الصعوبه انه يتم تشخيصها، يحتاج الى وقت وفتره طويله حتى قدروا يسووا الدايجنوستيك لهاي المايكرو اورجانيزم موليكولار اسي. بعد شلون اقدر اشخصها بالموليكولار مثل البوليميريز تشين رياكشن، يستخدمون الام اي بي بروتين و16 اس ار ان اي، هاي هنا ال 16 او هاي الام اي بي بروتين، حتى يكشفون عن هاي المايكرو اورجانيزم. التريتمنت لجونيلا نيموفيليا ار ذا انتراسيلولار باراسايت اوف ذا ماكروفاج ان اذر فاجوسيتيك سيل، لذلك اوف ذا هيومن سيل از ويل، ذا اذر لجونيلا سبيشيز مي بي شو ذا سيجنيفيكانت جروث وذ، طبعا هاي انه تعيش بداخل المايكروفاج، ذا انتي مايكروبيال يوزز فور ذا هاي التريتمنت، البكتيريا لازم انتر بداخل هاي الفاجوسيتيك سيل. يستخدمون الماكرولايتس مثل الاريثروميسين، الازيثروميسين، التيليثروميسين، اند الكلاريثروميسين، السايبروفلاكسيسين، الليفوفلاكسيسين، اند التتراسايكلين، ذن كلهم ممكن انه الافكت على هاي المايكرو اورجانيزم. بيتا لاكتاميز اند بيتا لاكتام العفو والامينو جلايكوسايد ار نوت افكتيف، خصوصا انها هي تفرز بيتا لاكتاميز انزيم انت اديشن مي ذا ليجونيلا، لان هي تكون البيتا لاكتاميز انزيم. برولونج ثيرابي طبعا تحتاج الى فتره طويله من الثيرابي، تصل الى up to اكثر من 3 weeks may be required depending on the clinical، اعتمادا على الكلينيكال فتره التشخيص مالتها. الثيرابي should not discontinue until the patient has been febrile for the 48 to the 72 hours. هاي التريتمنت اللي ممكن اني استخدمها حتى اعالج هاي الانفكتد وذ مايكرو اورجانيزم. اذا خذينا هاي بهاي الساعه تو سبيشيز، واحده جرام بوزيتيف وواحده جرام نيجاتيف، واثنيناتهم انتراسيلولار باراسايت، و نشقد الحضور 110 تمام، حتى ذاك الاسبوع 110، بس من اصح باسماءكم يمكن كلكم ما موجود، يعني بس نسوي دخول وهاي هي وطالع، لأن هو سلي جاوبني بس هذا الولد وابنية، مدري شو اسمهم حتى ما أعرف اسمهم. يلا على كل كيف اللي يحضر واللي ما يحضر هم براحته. هاي محاضرتكم طلاب، منو عنده سؤال
تبقى عندنا بالنسبة إلي تبقى عندني فقط الكوراني بكتيريوم، خذينا الكامبايلو بكتر والهيليكو بكتر والفيبريو والليجونيلا، خذينا اليوم الليستيريا، تبقى عندي فقط الكوراني بكتيريوم دفتريا وجروب. يوم الأربعاء تصير علي الكوراني بكتيريوم والفيبريو، اثنينهن ما ماخذينهن، بينما جروب يوم الأحد إذا خذينا باشر أو الأسبوع الجاي أيضا يوم الأحد تقريبا يكمل محاضراته، تبقى بس يوم الجروب يوم الأربعاء شوية عنده خلل لأن الأربعاء هذه اللي فاتت كانت عطلة. سمعونا طلاب؟ إي دكتور. خلصنا محاضرتنا؟ أكو أحد عنده سؤال استفسار يريد شيء؟ والمحاضرة ما أعرف يعني تريدون أرسلها لكم بالليل، بس الممثل يراسلني وأرسلها لكم أيضا وورد وباور بوينت، والأسئلة الثلاثة اليوم أيضا مطالبين بها. تمام يا حلوين؟ تمام دكتور. يلا معي. أكو حد عنده سؤال؟ أكو حد عنده شيء استفسار إضافة؟ نعتمد على الوورد أو على الباوربوينت؟ حتى شيء ما ذاكرته بالباوربوينت هو شوف الأساس هو الوورد، كل شيء موجود به. فإحنا لأنه نأخذ محاضرات يعني داخل القاعة أو هسه مثلا إلكتروني، ومو كلمة كلمة موجودة بالوورد نجي نأخذ بس الشغلات المهمة، على الرغم الغالبية إنه شكو شيء نجيب نسوي له كوبي بيست بالباوربوينت، ولكن إنه خاف فد شيء طافر منا، فأنت تقرأ الوورد وشوف أكو فد نقص، أكو فد شيء بالباوربوينت موجود بالوورد ما موجود بالباوربوينت. زين يعني أخذ لك فد هيك شيء نسميها استطلع الوورد، وإلا هي الغالبية موجودة بالباوربوينت. تمام عيني دكتورة؟ وأشياء موجودة بالباوربوينت بس ما موجودة بالوورد، يعني شلون هيك؟ إذا نحن نعتمد على الوورد بالبورد ما قلت نجاح، شوف ماما سألتني سؤال نعتمد على هذا لو هذا، ايش قلت لكم؟ تعتمدون على اثنينهن، تقرون هاي وتقرون هاي. ها تمام يلا ما عندها شيء، هي خلصت بس هالسبوع بالنسبة إلي، تبقى عندكم مية بس دكتورة فاتن ودكتور سعد وخلصت هانت إن شاء الله السنة، هنا كلها شهر شهرين وتخلصون وتنجحون وتروحون لمرحلة ثانية إن شاء الله. يلا يعني مع السلامة.